بيرثداي. وتاني شي عطوها فوليوم اكتر من ما هي، يعني انا مش اول مرة بعمل انا حفلة او بعمل شو. هو كل القصة ما في، انه هي رفيقة المدام وانا حبيت اقدم لها الرقصة. مش يعني الرقصة ما كانت الا عبارة عن 10 minutes لا اكتر ولا اقل، بس عملوها على جرانديوزيا. ما بعرف ليه، انه بس انه ما بدها كل هالتعظيم، انه سي نورمال. يعني انا بلشت، انا طلعت من مطعم بلشت رقصي، بلشت هوايتي الفنية من مطعم رائي الشرقي بمطعم. وهلا انت، وانا هلا استاذ رقص ورائي الشرقي. يعني انا بيرفورمر قبل ما اكون استاذ رقص. هي ونحن هي. عم نصور بصفك. انا هلا ايه هلا عندي الصف بعد شوي. سؤال ما بعرف اذا رح يزعجك، ليش بدلت الرقص؟ بدلت الرقص ليك، اذا بترجع بتدقق بالفيديو، انا بحب البس بدلة الرقص لانه اول شيء هن كلهم نسوان اللي كانوا موجودين. عادة انا وقت بدي اعمل بيرفورمنس على ستيج بمطعم، التنيو تبعي بيكون توتالي ديفرنت. يعني انا بيكون في عندي اولاد، بيكون في عندي، انا هذا شيء بحترمه. بس انا وقت اكون عارف حالي رايح انا على الصبحيه او بيرثداي او باتشلر بارتي او ويدنج، محصور بعالم معينه، حر انا البس البدله اللي انا بدي اياها. بس ستيل البدلات اللي بلبسهم اوفر محتشمه. يعني اللي شفتوها بالفيديو انا لابس تحتها اوفر اول كولور شير، من يعني من هون لهون. لا 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 لا، هو اوفر اول من فوق لتحت، ابي خنق كمام لهون لكعب اجري من فوق لتحت. سو ما بعرف شو عاملين لي هالدوشه عليها. انه هيدي كانت جلسة نسائية حسب ما شفنا. نعم. كلهم نساء. نعم. هل كان الهدف انه يكون اللي عم يرقص لهم راقص شرقي لإثارتهم؟ بالعكس، انا العالم بجيبوني، حتى شباب او بنات بجيبوني لان انا حدا راقي برقصي، بعيد عن الرقص المبتذل. يعني في محلات على السايتات حاطيلي انه انا كنت عم برقص بطريقة غير لائقة. انا قمة اللياقة والرقي، وبحترم مهنتي وبحترم الرقص الشرقي، لأنه ما بحب يكون في أي 1% من الرقص المبتذل. سو هيدا الشيء أنا استفزني صراحة، لأن عن جد عيب. هيدا إهانة للنساء اللي كانوا موجودين، وإهانة لإلي، وإهانة الأكبر للرقص الشرقي. لأنه الشاب وقت يقدمه بيقدمه برقي، وخصيصا إذا أنا عم بقدم هيدا الرقص. ميشو سؤال هون، ما في بدلة رقص لراقص شرقي؟ بلا، في. يعني ضروري يكون عم، إذا هو مكتمل الرجولة ضروري هو يكون عم يلبس تياب نساء ليؤدي الرقص. أنا ما لبس تياب نساء، التنورة ليك، التياب النسائية وقت تكون لابس دو بياس. من زمان وجاي شو كنت تلبس العالم؟ ما كان في بنطلون، كان ينلبس غمبز من فوق لتحت. انه شو فرقت يعني هالدرس المفتوحة يعني من تحت؟ خلاص خلصنا، هو الاخبار خلصنا. انا ببقى احكي بهيدي الامور، انه هو الاشياء سخيفة. انا ما حتتهدد هويتي من شو لابس او الطريقة اللي عم بتصرف فيها، ما حدا. انه هو الاشياء انا عم بقدم فن. يعني انا وقت فت على المطعم كنت لابس بونتالون، فتت غيرت شلت البنطلون ولبست هالدريس من تحت. انا نزلت غيرت دريستي، ميرسي اورفوار. انا مثل واحد طالع على المسرح يقدم دور تمثيلي وخلصنا، تنتهى هون، كفي حياتي طبيعيه. عملوا لي هجوج ومجوج على شو؟ على شو؟ سؤال النهائي بدي اختم معك فيه، قد ايه بتكلف هيك جلسه؟ هذا شيء خاص. ما سألتك قد أخذت، قد إيه بتكلف؟ شو بدي بتكلف؟ يعني إذا واحد بده بهمه يعمل هيك جلسة، إذا مثلاً صار لمجموعة صبايا عندهم باتشلر بارتي صبحية، هذا الشيء خاص، هذا ما في سعر. بيتحدد السعر على حسب الشخص والمكان والزمان. أكيد كل هيدا كل شيء له شيء، بس ما في ستاندرد. إيه كل حدا شيء، ما في سعر.